على دخل دار امي اصلا كاع ما كتجي عندكم حيت عندنا البوليس الخوت، انت جالسه حتى كيدخلوا عليك البوليس. امي راه ما كتجيش كتقول لك شي نهار تيجيو يهزوني في الصطافيط، والدار عندنا ما كتخواش من البوليس الخوت. اويلي تجي امي تصدق طالعه في الصطافيط شو تنشوها، وعلاش علاش ما كتجيش عندنا امي؟ وحيت على وديت البوليس، انت جالسه حتى كيدرموا عليك البوليس، كيدخلوا سبعه ثمانيه تيبقاو يقلبوا في الدار، كيبقاو يهرسوا لنا في العطريه ويهرسوا لنا كيقلبوا، ومن حقهم. دابا صافي حيد عليا هاد الله. دابا شنو بغيتي تجيب ديك الصطام؟ حبوا نخرج للزنقه والله ما نحيدو، والله تنخرج للزنقه. سيري حيدي عليا. اي والله ما نحيدو. ما نجبد حد. ما كنجبد حد انايا. نهضر مع المتبعين ديالي وما نجبد حد. دابا شنو كتجبدي زعما تسمعي البا؟ وما نجبد حد با كنعس. يا بربي الجليل واخا يجيب با هنايا ليا بالزروه طال لا سكت. علاش الشيطان؟ غالي غاتهضر. ورا شوف يونس ما عنده لا ولد لا حتى شي حاجه، راه غير الكذوب في الكذوب في الكذوب في الكذوب، ما عنده لا ولد لا حتى شي حاجه، اقسم لكم باليمين وربي شاهد عليا، يا ما عنده شي ولد ولا عمره ولد هذاك السيد، ما عمره ولد، ما عندوش مسكين. السيد راه ما عنده حتى شي ولد، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله. ورا ما مشات لهذاك المقام، ورا مشات لهذاك المقام، راه شبكت في شبك اليهود ماشي ديال المسلمين. والله ما عندوش شي ما عندوش شي ولد، والله ما عنده ولد وبلاتي ولا ولد ولا عادي، ولا كان عنده ولد من بعد نديرو بحال ولدي انا. ما عنده تاول، منين جا الولد؟ واخا نكذبوا على الناس، انا ما نكذبش علينا، ما عمرني شفت عنده شي ولد وما عمره ولد. ما عمره ولد. كان هو مزوج بالطليقه اللي طلق، ما ولداتش معاه، منين تزوجات هي ولدات مع الراجل هذا الثاني. هو قال لك كيكذبوا البنات، راه هما اللي قالوا عليه، هما اللي تيقولوا لك انا كنخرج كنعايرو وانا ما كنعايروش. خلات فيا راه فاقت لك البنت. فاتي انا كنحماق عليك من وازم، تحيه الناس وازم وتحيه لك اختي، والله يرحم لك الوالدين، شكرا لك بزاف. كنتي عايشه معاهم ستريهم ربي يعوضك، اش غنستر فيهم؟ هما كيجبدوا فيا بالكذوب، اش غنستر فيهم؟ خلوني نسترهم، خلوني نسترهم، انا ما ستر انا ما جبدتهمش، هما اللي كيجبدوني، هما اللي كيجبدوني، هما اللي ما جبدتنيش ما طلعش للمشاهده. لا كاين القانون، انا صافي كاين القانون صافي، راه هضرت معاك وراك وكلشي كلشي صافي، ما تقولي القانون بينك وبينه صافي. اختي انت وجهك ما ديال هادشي، انا وجهي ما ديالاش هادشي، الصوت مشاش بصح الصوت مشى، انا وجهي ماشي ديال هادشي، ولا داك الخانزين نبينهم الناس على حقيقتهم، نبينهم الناس كينصبوا على الرجال، كينصبوا على الرجال، كيدخلوا الرجال وكيديو لهم رزقهم، كيبيتوا عندهم الرجال، هذيك الدار عندهم بحال دار الدعاره، عندهم دار الدعاره في دارهم. يا ربي يونس قال لك عطيها، قال لك جبداتك، قال لك ما بغاش تحشم، وهي المشكله ما كتحملش خوها، وخوها ما كيهضرش معاها، ودابا هادشي دايرينو غير باش طلع لهم المشاهده. هما انا راه كنهضر في العامر، انا راه ما نكذبش عليهم، انا كنهضر في العامر ما كنكذبش عليهم. هما يعالبوا هاد الفلوس، الله ينعل هما بغاو العرب ديال العباد. ما ما راه بغيت نطلق لكم واحد الاوديو ولكن خفت نمشي فيه الحبس. مو قال بعدوا لي من مرتي ما تجبدوهاش، بعدوا لي قالت لي خلي اختك تطلع القناه، قالت طلع القناه باعراض الناس. وانا كنقول مالهم ما كيهضروش مع بنتهم، انا معاهم في الدار وبنتهم كتسبني، علاش ما كيهضروش معاها؟ علاش ما كيقولوا لها؟ علاش ما تيقولوش لها سكتي؟ هما راه متفقين معاها، متفقين معاها. واللي كيبغي المنكر الله ياخذ فيك، اللي كيبغي المنكر واللي كيستر على المنكر الله ياخذ فيك الحق. انا حنا امي شريفه على امك، وبا شريف على باك، انا با ما عندوش صاحبه وما كيصرفش عليها وما تيجمعش فلوس الكرا ويمشي يصيفطهم ليها، انا با شريف على باك، انا با تيخدم، انا با ما تيجريسيش ولادو في الدروج ويقول لي ارى لي 100000 ريال خرج ليا من داري، وانا امي ما كتصيفطناش حاشاكم نقحبوا باش نعطيوها الفلوس، حنا امي ما كتصيفطناش نفسدوا باش نجيبوا ليها الفلوس، حنا امي شريفه وغتبقى شريفه والنمبر وان احسن ام في العالم. انا عرفتي منين شفت فيكم هذاك الشيء تنشوف امكم كي كتصيفطكم هي البرهوشه ديال بنتها قالت راه مصاحبه مع واحد مول القهوه وراه ربي فوق مني ويعطيني الكونسير، الا كذبت عليكم يعطيني الكونسير، ما نطيح حتى شي دماغ على دوك الخانزين. الله يعطيني الكونسير، كذبت عليكم. قالت لها راه مصاحبه مع مول القهوه، واحد القهوه عنده واعره. قلت لها وهي الحمره جيبي من عنده القهوه، عرفتي ضربتني بطرشه، انت غتصيفطي بنتك باش تجيب لك القهوه، الله ينعل بو القهوه، الله ينعل بو القهوه، الله ينعل بو القهوه اللي غادي تشربي هذا الفساد، الله ينعل بو القهوه. انت امك تصيفطك تبيعي لحمك على وديت القهوه، ماشي امها جداتك، انت تصيفطك جداتك تبيعي لحمك على وديت القهوه، انت تصيفطي بنتك تجيب لك القهوه، القهوه لذيذه. الصراحه والله تنقول لكم
هادي زمان الهضره وحبسي الموضوع صافي. انا بيناتنا المخزن والله، انا ماشي بيناتنا المخزن، انا يا بيناتنا المخزن، انا غنشوهكم يا اللي كتهضروا في جيرانكم. ما خليتو ما قلتو في دار مالكه، ما خليتو ما قلتو في دار الصحراويه، ما خليتو ما قلتو في دار في دار في دار في دار شكون هذوك اللي حدانا، شنو سميتهم؟ شكون كاع هضرتو في جيرانك، هضرتي في ورديه، ما خليتي ما هضرتي في جيرانك، هضرتي في دار العسكري، هضرتي في دار مول الكميو، علاش ما كيحملوكش جيرانك فيك الهضره؟ ما تيبغيو حتى شي واحد تجي لعندهم. خايبين خايبين خايبين، وانا عارفين الناس، عارفين الناس مزيان، وما كيعرفوا شي عواشر. هضر بشوي، واش هضرتي مع واخا علاش نقطع الله يسمح؟ علاش قطعي راه تقول لي دابا، نقول دابا دابا هضرت معاك ناري عصبات حيت نخرج للزنقه انايا. يلا واه هضرت معاك، حيد 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 والله ما نخرج معاك سيدة. والله ما سيده واه تهضر معايا السيده فين كنعرفها انا اصلا هي. صافي ما غنقطعوش. لا السيده اللي هضرتي واخا هضرت معها باقا صغيره ديك، راه غتقد ايمان هذيك. واه يا الاخرى اللي هضرت لا ما نقطعش الله يبان، لا ما نقطعوش، ما نقطعوش وتسجل واه انا داوية على واحد الخان زين سريع وازي دمو هادي ما فهمتش خصي بعدي مني عطاني اتساع. هما قاعدين كيضربوا لنا في الشرف ديالنا وفي الشرف ديال عائلتنا. الله ينعل ديال مو الكلب السحارين يا السحارين يا المشعويدين يا اللي قاطعين يديكم رحمه الله، يا الفاسدين يا اللي كتفسدوا على رجالكم كلكم يا الخانزين على طول. الله يوعي عليكم، الله يبعدني عليكم بكيف بعدات السماء على الارض. الله يعطيكم شي مصيبه، الله يعطيكم التشتات انتم مشتتين. سيروا الله ياخذ فيكم الحق الى يوم الدين. قهرتونا ولدي ولدي، اش ديت لك؟ ديت لك باتمان. سيري تخراي انت ولدك. يلا اويلي فرحت لي راسي كل شويه جايه عندي بعدي مني. اويلي واحد وبركة علينا مع هاد النبح تنمشيو للمخزن. لا نبح هنا وحتى نمشي للمخزن، ندير هنا المقدمه والخاتمه عند المخزن. نقولها لك براسك كيفاش الغبا، كيفاش الغبره ديال لا صال اين غبره؟ هاد ما دي برزطاتني هادي ياه يا بنادم بنادم ما طغاش. امهم طالقه علينا داك الكراد ديال ولادها، ولدها يهضر، بنتها تهضر، بنتها تهضر، باها سيري جمعي ولادك عاد اجي عاد اجي عاد اجي دوي على لالاك. انا لالاكم فاقصاكم، انا لالاك الغبره هي اللي كتنفح. تقدر بعدا مو على الغبره هي اصلا كاع، ما تقدر على مو على الغبره. لهلي الله يعطيكم مصيبه ان شاء الله يا تريكه المجرمين. والله الا راه دابا شنو كندير لها؟ انا كندير لها بيبليسيتي فابور، انا كندير لها بيبليسيتي فابور، انا كندير لها بيبليسيتي فابور، انا كنشهرها فابور، ماشي فابور على وديت ماديا، ولكن ما تستاهليش يا الخانزه، ما تستاهليش يا الخانزه. سير الله يعطيكم مصيبه، انتم الاخرين بقيتوا في حي الصناعي وسدادركم متقوبين. سيري ديري 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 واحد الفيديو في داركم، سيري دخلي لكوزينتكم بالله عليك وديري فيديو في ديري فيديو في كوزينتكم، شوفي غير كوزينتكم كي دايره. وريهم شي كوكوت عندكم زوينه في هذيك الدار، وانتم كوكوت ما عندكمش بحالنا، باقيين كطوبوا في الكوكوت ديال 2000 وحزق وشم. تهضر علي انا لا كاع ما توصلني، انا كاع ما توصلني شي، انا هذيك ما نديش عليها. عرفتي علاش ما نديش عليها؟ حيت مريضه اصلا، كتشرب الدواء الحماق هذيك، هذيك اصلا مريضه اصلا، الطبيب مخرج لها الدواء الحماق. اقسم باليامي الله يعطيني الكونسير اللي كذبت عليكم. انا اللي بقى فيا الحال من جهه العجوزه واللوسه هذيك مو رجال. وما هذيك راه كتشرب الدواء الحماق هذيك اصلا، راه حمقى راه كانت في الغازي هذيك.